السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نعرفكم على اكبر عدد ممكن من المعلومات ونجاوبوا على اكثر من 100 سؤال بخصوص التعاونيات. 102 سؤال كلهم كطلعوا الان. بدي ما هي قوانين منظمه القطاع التعاوني بالمغرب؟ جميع الاسئله اللي ممكن تخطر في بالكم ها هي كتشوفوها الان. ممكن تقوموا بتحميل هذا الوثيقه او هذا الملف اللي فيه الاسئله كامله مع الاجوبه من خلال قناتنا على التليجرام، رابطها اسفل هذا الفيديو. ممكن ايضا تواصلوا معنا في الفيسبوك او حتى انستغرام. المهم الان غنعرضوا عليكم جميع الاسئله، يعني اللي بامكانكم انكم توقفوا الفيديو حتى تطلعوا عليها. حنا ما بغيناش نطولوا الفيديو، ممكن نكون اطول ولكن الفائده ديالو ما غتكونش، يعني ماشي كاع الناس غيبغيو هذه القضيه هذه. المهم نحاولوا نوقفوا بين فين واخرى فقط من اجل يعني اطلاعكم على الاسئله اللي نتوما كتبحثوا عليها. من الافضل ان الوثيقه ممكن تحملوها تطبعوها تخلوها عندكم في حاله انكم عندكم اهتمام بهذا المجال او انكم ناويين ان شاء الله ديروا تعاونيه. الاشاره في التعاونيات في مجالات كثيره. الغالب الفكره العامه اللي يعني كدور على التعاونيات هو انها خاصه بالفلاحه وقطاعات يعني الهشه او الضعيفة او المعيشية، بينما ممكن التعاونية ممكن تكون خاصة حتى بتكنولوجيا حديثة مثلا، وتعاونية خاصة بالتسويق الالكتروني او باي شيء اخر. وهذا الشيء موجود فعلا وكاين قوانين منظمة في هذا المجال، ممكن نطلعوا عليها اكثر ان شاء الله. يعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش الاعجاب وتعليق محفز، والسلام عليكم.